بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي وحن كنا حجرنا تاريخ ذي كومنيد قبله مسلمات كاها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أركي رميي إسلامي ماذا كل انتي ما أنتم حكا شاكينينا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ساقص وشاكين حاس كزي خديجة أفر قبل نوضي اللي بويل بيقول شيء ويلش إيغو يرير بين انتين وقاسم يا عبد الله يا فرق بنوت ويونا عليه الصلاة والسلام دعوة سوغاري ونوين عليه الصلاة والسلام رميي قبلها وحا وقوين زينب رضي الله عنها وارضاها وحاكو حكتان فليا الرقية قديمة أم كلثوم يا فاطمة نوين عليه الصلاة والسلام ويل كلا يا قبر إسلام محال الله ماريا القبدية الأورنجري يا نعم سلام ولا شيء أسوغنا سوى السنة يميلها جرائي ودينتي مركز زينب بنت نبينا عليه الصلاة والسلام وحكمتها قبلها سي قيمها بضن له شرفك بضن له أي نبينا عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة يقول شيء رواية قرقه وحي الشيغان إلي دلتي نبي عليه الصلاة والسلام وصد انجرة أي دلتي رواية وحي ليهين دي قبار قرقه أبيه وإذن كسو قرطي وضل يقانو أي دلين مركز قان قارتي او قوري قارتي وحصود دورتي هبريرتاد هالة بنت خويلد رضي الله عنها وارضها هالة خديجة رضي الله عنها بين الله لطي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحيوصو دونتي محال الله ويل كذي والأورنجري أبو العاص ابن الربيع لابدير هير أهلي غرابة واي قوركي والله قلاضي كمالي والله قوركي اي وحي نغطي زوجته محال الله أبو العاص بن ربيع رضي الله عنه وارضاه لو إذا قار وحي وريان هبينكي أروس كيذاءها سدي عادة أهان جرتي خديجة رضي الله عنها وارضاها وقوالي ذي ويند لقوركي نايو فمريدي أما الدهب كي قورتي ذا كحرنا أيي قوالي ذي أي سيسي أو إحرتي لياه رواية ذو أي وريان تصلوا واحد نقن عادية ندخلنا يكون نغمان أبو العاص قبل داسي قاعد مضموج جعلاتي إذا نوي جعلاتي حرير فربضان ولاك بضان ما كان حيي إهم حال الله ويسكو في عناية كذي مركي النبي عليه الصلاة والسلام رسالة دي الدعوة دي إلهي أسو الديبي أو بلابي إهل كيسي كب بلابي وقرابة دي إسي إذا كي ودو ويدي انتو قراني وتوحيدك أبوير من إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله زينب وحكم النقطي قبله وقوه الرئي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الرميه مركة يدي نكي يدي مركة وربع الأحمري وحي كتري هدي أنا وقوه مسلم بها النقضي هدي أنا مشرك بها التاي هدي أذن صو إسلام أينين أذن دينت إلا قادرين وقوه مؤمن أذن نقونين دي وحي كتري محال الله أي يعني قولي أبه يهريركي ومعنى أبه يهريركي أن كن نقضي أبو العاص أريد أن يكون أتكاطي أيام أذق ما يكون نقطي وهو قادم واي سنتقف وجعلا هبريتي هذا الشيء وعن سلام ودلي إن سهل أن يكون نافته ويكون يرى أتكاطي لكن ده واحد قرن قفنا كما قد بكره نبينا عليه الصلاة والسلام وسوه جرودي مقالة مدينة يسوء أهلي صحابة أنت أود لها خاصة أنت أود لها بدل قد واصابحين أما كل قد واصابحين أنت مستضعفين تهيو تبرت عن اللهين أما دمرها أما عرورها أما وايلها أما بحال الله تبرت عن هنكرين أيام قال هذا مككو هري وجوغي لكن إيه وولي محال الله مؤمنين وحا إلهي وقدري إلو دعو دقال كي بذر أسد السلام سنة كي مركو مدينو سو جرو ذي كدب وحا إلهي وقدري إن قريش ما يشاسي قول دره هزيمه كراعده
waxay muslimiintu gacanta ku dhigeen 70 maxbuus oo quraysha waxa 70 ka mid ahaa oo la qabtay abul caas ibn rabiic oo nabi sallallahu alayhi wasallam wiilka sadaq u ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam sadaq u ahaa oo Zainab qabay ayaa waxa uu ka mid noqday dadkii la qabtay ee maxabiis ahaan dagaalkii badar lagu qabtay waati nabiga kaleey saatu salaam oo ogolaaday qofkii isfuran kara dhaqaale bixin kara inuu isfurto qofkii aan waxba bixin karinna ee yaqaan inuu wax qoro wax maxaa la lahayd ka wax bari karo in aruurta muslimiinta uu baro maxaa la lahayd higaada iyo maxaa la akhrinta uu baro Zainab radiyallahu anha wardaha way baqashay ninkeedii Abu al-Aas inuu nimanka la qabtay uu ku jiro wixii dhaqaale ay heli kartay ayay soo ururisay waliba waxay ku soo dartay murriyadii ama dahabkii ama xiliyadii ay hooyadeed habeenkii guriga la geynayay siisay ayay ku soo dartay alaabti ay soo dirtay ay ka mid noqotay naxariisatu wasalaam markii uu arkay waa dareemay in gabadhiisii maxaa lahay alaabteedii soo dhiibtay saxaabadii buu la hadlay wuxuu yiri hadii aad ninkaas iska sii daysaan oo gabadhaas aad maxaa lahayay aad waxeed u celisaan waa fiicnaan lahayd laakiin wax qasaba ma jiraan saxaabadii naxariisatu wasalaam iyo nabiga cashala ku sharfaya ayay wixii yaa rasuulullaahi waan sii daynay dahabkeedina waan u celinayna waxaan ka rabno male naxariisatu wasalaam abul caas buu yeeray waxa uu ballan kula galay wuxuu dad magaalada marka ku noqoto inantaydii ii soo daa dad baan u soo dirsanayaaye ee maxaa lahay ha ii timaado magaalada madiina ha iigu timaadee abul caas waa soo noqday ilaahay badbaadiyey magaalada maku yimid gabadhii buu la hadlay wuxuu ku yiri u noqo bax aabaha iyo maxaa lahay meeshay joogeen iyo magaaladii madiina ay u haajireen meelahaas aad naxariisatu wasalaam marka laba nin buu soo daray Zayd ibn Xaritha iyo nin ansaara meel baa lagula ballamay waxaa maali heblaayo waqtii markaa uu yahay nimankaasa meesha madiina ka imaanaya oo meesha soo istaagaya gabadha nimankaa u soo dhiibaaleen abul caas ibn rabiic gabadhii uu jeclaa way qalbigiisu waa qaadan waayey inuu inta uu magaalada banaankeeda geeyo oo uu sagootiyo qalbi qaadan ma hayo walidaalika marka wuxuu u yeeray walaalkiisa la yiraahdo Kanaana ibn rabiic Kanaana waxa uu ku yiri walaalo waad ogtahay gabadhan meesha weyn ay iga joogto ballanna waa soo galay oo ballantii kama bixi karo salaam ballan baa la soo galay marka qalbiga isiin maaye adiga wuxuu gabadhan kaxayo magaalada banaankeeda geeyo oo nin la yiraahdo Usaam maxaa lahay Zayd ibn Xaritha iyo nin kale taa uu imaanayo gacanta ka saaro si ay aabaheed iyo nabiga kaleey saad salaam ay ugu geeyaan Abu al-Aas waa uu dhiibay gabadhii gabadhiina waa ay baxday oo magaalada Madiina ayay soo aaday abu al-caas waxaa nin businessman ah nin baa mushtari ayuu ahaan jiray oo alaabta maka ka qaada oo shaam iyo dhulka geeshaan dhulka hadda urdun iyo falastiin iyo maxaa lahay iyo maxaa lahay iyo libaan iyo iskuirad iyo suuriya dhulka arda shaam buu wuxuu geyn jiray wax tijaaro uu geyn jiray waxaa dhacday asagoo shaam ka soo noqday oo maka ku soo socda oo tijaaradii soo wada ayaa dhexda waxaa u galay dad muslimiina ilaa markaa muslimiinta ee madiina joogta iyo nimankii kufaar quraysh dagaal baa ka dhaxeeya waa tii maxaa lahay ay xoolahoodii ummada guryahooda laga soo saaray marka inay la dagaalamaan oo wax ka dhacsadaan xaq bay u leeyihiin waxaa dhacday in tijaaradii gacanta lagu dhigay oo niman saxaaba ah oo ciidan ay gacanta ay ku dhigteen hase yeeshee abul caas ibn rabiic waa ka baxsaday aguu wax ka dayay waa u cararay way qama ayan qabanin naftiisa ayuu la badbaaday oo uu la baxay abul caas wuu ogaaday nimankan inay magaalada madiina ka yimaadeen kadibna madiina ayuu soo aaday oo wuxuu ku ogey Zainab bint Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo xaaskiisii hore ahayd inuu maxaa lahaay uu u yimaado oo maxaa lahaay uu gargaar uu ka raadsado magaaladii buu sii ahaa min habeera dhumaarishi ku soo galay gabadhii buu gurigeeda helay waa u tagay waxa uu ku yiri ninkii baan ahay xoosaasaa la ii soo galay dhibkaas ay haysta laba shay baan ka rabaa inaad ii badbaadiso xoolahaana bal aad anigu maxaa lahaay waxba aan ku lahaado laakiin inta badan dad baa iska leh marka amaanaan wadaa inaad bal maxaa la wax ila qabato ayaan doonaya radiyallahu anha wa ardaha salaadii subax markii masaajidka la soo galay oo saxaabadu ay safkii ay galeen ay maxaa la hayay Zainab bint Nabiga calayhi salaatu wasalaam intay soo istaagtay ayaa waxa ay ku tiri dad iyo how ninka la yiraahdo abul caas ibn rabiic anaa amaan iyo maangeliyo siiyey anaa amaan iyo nabadgelyo siiyey dadku safay ku jiraa cisaataa kama warqabo salaadii baa laga baxay
سمع سات السلام وحوكيري ما مقلي سين ورك اللي يري وحوي قفكو مسلم كا مسلمين تقفكو إذا قفكو أمان وسيو مسلمين تونا وحواجب كوا إنا إيمان جلسيان وناس السلام مسلمين تيجوا يا واسميهم محل الله هاي نيكي حل كم ذا هبا أقوه سيء هدي قف مسلم قفكو لتقاه على أمان وسيو مسلمين تونا وحواجب كوا إنا محل بلنتازي نيكا مسلم كا بلنتيزي إنا نيبورينين السلام عليكم حوكي gowada ninkaan amaan weey gowada saamus qof muslimna amaan si marka waxa la yaan lagu dhawaarin macnaheedu sidaa kadibna nabi sallam gowdiisi uu yareeyo ku yiri wuxuu war ninka kan soo dhaweeyo martisoro wax si laakiin wuxuu riisan kugu soo dhawaanin sababtoo ah wari asagu waa gaalad muslim baatay xalaalku ma aha markuu wuxuu wixii hanguuriyay iyo soo dhaweeyay maxaa la martisoro ee si laakiin wuxuu san kugu soo dhawaanin ilaa maxaa la hay إلان وإسلام كائدين كلاجي سبحان الله أبو العاص كنا عسات والسلام نكير ما 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 لسي قديم عسات والسلام صحابي بقول الله الله وحاول ورنك كان وهذا وقت ماشي ويجوجو ومعنا قبل يذيب وقبا حولي سباد عندك صور دكتور بوكوري حداد أحسان وصميسان وضحولي علسان أنت واجع الله حديثه الذيهين ورحولها كان في يوي مغني مواي إلهي ما أنا جنسيي وحول حق أنا أقول لنا هذا الذين جت قال الذين ومعنا وحول أذين كحقه تاع المركا معنا وحاسي حق بعد اللي هنا ترى هذان مركا مركي وركا أي مغلان وحيكون يرى هذين أبو العاصم ربيعه محل الله يا رسول الله وحيا قصوا قبرني كعندنا كقصارنا وانسينا محل الله مع السلام markii sidaa dhacday baa waxa la niman baa waxa ku jira Abu al-Asir Rabi'u warniyo fursa ku soo baxday intaad muslim noqoto xoolaan hor u sii qaado sababtoo ah waxa nimanka kufaar quraysha iyo muslimiin dagaal baa ka dhaxaya markii wuxuu yiri maxaa Allah waxaadana xalaalayso islaamna noqon la ilaahay ilaahay waxna suulaa dhe maxaa hadba ka yeelinteedii maxaa la kugu wata markaas waxa uu ku yiri baa leeyin bi sama abda bihi islaami waxa baasle islaam nimadeedu waxaan ku bilaabay oo inaan dadkii amaanada isaaray dadkii waxmaal ee maxallahay ee xoolahooda ii dhiibtay oo amaanaha wax ugu dhiibtay inaan khiyaameeyo oo aan islaanimo ku dhuunto si aan xoolahooda u xaalayso wuxuu wax aan ogolaanayay ma walidalka Abu al-Asim Rabi' xoolisi buu soo qaatay magaalada Makkah ayuu soo aaday dadkii buu u yimid xoolahi buu dhin walba wuxuu ku la hebelo meeqa ii dhiibtay hebelo intee ugu lahayd hebelo intaad lahayd hebelo inta xoolahi dhan buu dhin walba wixii uu ku lahaa ayuu gacanta uu ka saaray marka markii uu sidaa u yeelay quraysh buu la hadlay waxa uu ku yiri warnimay yahow xoolihiina ma iga qabtaan wixiina ma idin siiyay ama cid wax ugu sheegaysaa jirto wuxuu yiri maxaan lahay markaas ayaan jaaka la akhir waxa uu ku yiri saacadan laga bilaabo اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويسعد ان لقب الله وحان اوغاتا ان انا سلا اله الرمي وسبحان السلام الراعي والمسلم سعد ان وخي كبلود وخي والله بان كو دارتي انت انا نبي السلام ان لا جوغي ايمدي ان ان رميو حدي ان كبقنين ان تنهدان نينك كان وخي او اسلامي انو خولهن او قاطو ما دام هدي الهي او غدي وان خولي اماردي ان سوخدي سعد ان لقب الله أنا إذن كلا تغني أبو العاص رضي الله عنه وأرضاه إلهي بقلبي إيمان قليه إلهي بالرمي سبحان السلام بالراعي وأوصال نغضي زوجتي سي يا ريركي وأوصال نغضي نعسى والسلام هو يسكو عليه ومعنا لما قول قوم نين يا ناك هذا قيمة بضم بين نغضان وحن فيلين عسى السلام حصوا أرورتي قبر أمام أبي محال الله أمامة محال الله بنت أبي العاص عليه السلام سي سو ارتي حديثنا ولا سلام مركو صلاه او غلا او قادي جري كل غبا داسي وا لا شيغا زينب بنت نبينا عليه الصلاه والسلام وحاي دمتي سنه 8 اي هجري نبينا محمد عليه الصلاه والسلام او بغا مدينه اي كو دمتي بقي عيانا لو عاصي رسول الله واو تيرا يودي غبراد قيمه بدن بهن نينكي زوجيري ابو العاص اسغرو وحويان اد او تيرا يودي ee geeriyadeedii wadaalika uu xayayd gabar aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan waxa la sheegaa markuu meelaha uu aado ama safarkiisa uu aado wuxuu oran jiray bintul amini jazaaha allah salihatan wa kullu ba'la sayuthni billadhi alima
وحوري بنت الأمين عسل قبل إيسي محل خ إلهي خير السيه قوي ولا صالح هذا ولا جاهد وحوري نمول با حاس كيسة وح وكأركو أما وكأركو أيو كشيكي ومعنا عليه كمان أنا نيجا ولا يا خير يا فضل فربضن أيان كأركي بولي هي رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجها وعن المسلمين جميعا مركا ولاسي سيرة ذي أتو قروح بضنيت أنت أي كل ما نسا أنت عن بإذن الله عز وجل أن كل من دونه بسكلاته وحين يقتل في حفظ الله عز وجل ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.